بتعرف انت لما تكون نفسيا مش مرتاح فيش شي بحياتك مزبط. يعني خفت قلت يمكن الدور يجي علي. بطل حدا يحميك، الحدا اللي كان يحميك بطل يحميك اذا صار في خوف كبير، خوف من الفقد. في لحظات الانتظار حواف الوقت بتجرح، الدقيقة والقلب خايف عمر، والروح معلقة بالأحباب، العيون بتترقب بين لحظة ولحظة، ممكن يضل وممكن يصير ذكرى، ذكرى وجع على اللي راح، وخوف ما بحمل هم فقد جديد. متى أكثر مرة خفت فيها من الفقد؟ يمكن لما والدي صار مقعد، كان هذيك اللحظة كتير خفت وكتير زعلت صراحة. يعني بتذكر هذيك اللحظة كانت عن جد بتخوف، وكانت يعني والدتي معه، فكنا إحنا صغار بعدنا وأختي الكبيرة بعدها دوبها 10، فكانت عن جد لحظات بتخوف شوي، تزعل صراحة. أكثر موقف خوفني، أعتقد أنه أي شخص عائلته هي رقم واحد رح يجاوبك، أنه خوف من الفقد على أحد الأشخاص القريبين عليك من الدرجة الأولى، خصوصاً أني أنا عشت تجربة صعبة مع أختي الصغرى رؤى، وهي مروحة من نابلس من شغلها 16/4/2022 الساعة 5 إلا تلت يوم الاثنين شهر رمضان، عملت حادث. وخلال اليومين دول، خلينا نحكي اليومين 16-18، أكبر كمية خوف عشناها عليها وكيف ممكن تتخيل الحياة بدونها، لأنه خسرناها ب18/4، بس إن شاء الله إنها هي كسبت حياة أفضل في الآخرة للجنة إن شاء الله. هسا أنا كنت خايف من إنه يتوفى أبوي، الحدا الوحيد اللي كان يحميني، اللي خليك إنه أنت قوي، الحدا الوحيد اللي كان يخليك تحس بالأمان. هسا شو عكس الأمان؟ خوف. إذا راح الأمان شو ضل؟ خوف. راح الحاج، طبعاً كنت قاعد أنا وياه قبل فترة، قبل أسبوع حكينا، صار في حديث كبير، حسيت إنه راح يروح. ليه حسيت؟ لأني بعرفه، أنا بعرفه منيح. شو المميز كان بهاي القعدة؟ أكله وعينيه، عيونه بتحكي، أنا لما بتحكي لي عيونه بفهم له. فهو كان كثير حدا عنده شغف، أنا وياه بنحب اللحمة، فكانت أكلته لحمة، لحمة حمراء، بتعرف إحنا في الخليل بنحب الدسم كثير. فهو حبه الموجود قدامه في أكله ما أكلش كيف هو بعرفه. فحكيت له أنت مالك بتوكل؟ يعني في مشكلة، في إشي. فحسيت أنا بعرفه منيح، بس أسبوع كان في عنده عملية لازم تصير وما صارتش وتوفى. أنا كتير يعني شخص بس حدا أحبه خلاص، يعني بحبه بقدرش أبعد عنه، سواء كان أهلي، أصحابي، أي حدا في الدنيا. وإيش صار مع ستك؟ ستي تعبت فجأة فراحت على المستشفى، وهم أخذوها على المستشفى لأنها كانت كتير تعبانة، وأنا ما قدرتش أوقف عياط وكان جسمي كله يرز، فطمنت عليها ارتحت، يعني تقدرت أمسكها وأشوفها. ضليتي خايفة؟ آه ضليت خايفة. يعني أزيد يوم تقريبا يعني خفت فيه إنه خوف، فقدت يعني سيد الله يرحمه، يعني في هذا اليوم مش عارف، وخوف مع مش عارف،
يعني هذا هو اليوم اللي مستحيل انساه، ويعني ازيد يوم خفت فيه. خفت يعني سيدي ما كان في اي شيء، اي اعراض قبل بنفس اليوم كنت عنده. فلما فكرت يعني خفت، قلت يمكن الدور يجي علي. كنت ميتة في منتزة بالخلا في الشجر، مبسوطة كثير كثير، مروحة لقيت لمة ناس وسيارات. كان العقل رافض فكرة إنه ابني صار له إشي، لأنه هاي مكان تواجد ابني، كل مرة لازم ابني يكون في هالمنطقة يلعب. وأنا كنت في السيارة شايف جوز أختي، شايف الكل، بس أنا رافض إنه ابني يكون في الحدث. أختي نزلت تشوف شو مين هو اللي الحادث لمين. هي لحظات يعني، بس لحظات عرفت إنه هاي حكولي إنه ابنك اندعس. ونزلت زي بس كنت نفسي أشوفه عايش. ولما شفته بيحكي لي ما يعني أنا السبب، أنا السبب. الحمد لله عدت على خير. بطل حدا يحميك، الحدا اللي كان يحميك بطل يحميك. إذا صار في خوف كبير، هسا خوف إنه شو راح يصير بعدين. طب أنا راح أكون مطموع فيه، ممكن إنه أنا يكون هيك زي الطفل اللي عن جد احنا كنا اطفال. فممكن انه بتصير تحس انك انت في فراغ كبير راح من حياتك، تقدر تمليه ولا لا؟ بتذكر انه كلنا كنا يعني بتعرف دوبك مدرك انت مصدوم، فمش مستوعب حرفيا. هيك احنا كنا مش مستوعبين من المره اللي صار. لا لحد الآن يعني مش تعابير الوجوه ما يعني ما بتنتسى. كنا عن جد خايفين فترتها، لأنه ما كانش في إشي مستقر. بتعرف أنت لما تكون نفسيا مش مرتاح فيش إشي بحياتك مزبوط صدقا. يعني أنت نفسيتك تدمر، كل شي بتدمر، كل شي ببطل يزبط، كل شي ببطل. لو كان بده يزبط بطل. فكان لا الإشي بخوف إلي وإلهم صراحة كتير، مش شوي. بقدرش أنا أحب إنه مثلاً إنه أنا أكون أول حدا بكون بدي يموت، لأنه بقدرش أتحمل حدا فيهم مش موجود. مين هم؟ أهلي أو حتى صحباتي. هي أكيد شخص محظوظ، لأنه أنا صح لي إني أنا أطلع على هذا البرنامج اللي له كثير متابعين، وأنا بطلب من المتابعين إنه يترحموا على روح رؤى، يقرأوا لها الفاتحة. أنا هي فعلا حدا كان بيستاهل